مساكم الله بالخير. اليوم راح نتكلم عن طريقة تحضير الاي في 60، كل اللي احتاجه ادوات الفي 60 ونبلش نحضر. ابي 15 جرام قهوة. اول شيء نحط الفلتر، نرطب، ناخذ قهوتنا اللي طحناها ونحضر في 60 بالطريقة العادية ونكمل تحضير. على ما نحضر نذهب الثلج بالقلاص. بعد ما خلصنا تحضير الفي 60 على طول نذهب قلاص فيه ثلج ونحط عليه الفي 60، وبكذي حضرنا ايست في 60. وطبعا هذه الطريقة تعتبر غلط وتطلع بالقهوة طعم غير مستساغ. الحين بنرجع نحضر ايس في 60 بالطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة ان نحسب كمية الماء من كمية الثلج. فمثلا انا بحط 15 جرام بطلع 225 ملي ماء، فاحسب 100 ملي ثلج واستخلص 125، الناتج النهائي كم راح يكون؟ 225. الحين بحط 100 جرام ثلج. نجيب السيرفر وهم 15 جرام. أول شيء نرطب، بعدين نحط كمية الثلج المحسوب. راح استخلص بس 125 ملي لأن الأمية الثانية موجودة تحت. بس كذي خالصين، تقريبا خلصنا دقيقتين. وهذه الطريقة الصحيحة اللي نحضر فيها ايست في 60. اللي يفرق بالطريقة الأولى والطريقة الثانية، الطريقة الثانية راح تاخذ أفضل طعم، أفضل إيحاءات وأقل مرارة. الطريقة الأولى راح تزيد عندك المرارة بشكل كبير وراح تخرب على طعم القهوة. وبس كذي عرفنا شلون نحضر ايس في 60 بالطريقة الصحيحة.